حاسة إنه كل شيء غريب عني. أنا كيف بدي كمل حياتي هيك؟ صح إنه هي بنت غريبة، بس أنا لازم استقبلها على أساس إنها سوهانا، أحسن ما يرجع أبي يعصب علينا بدون أي سبب. نورتي بيتك. أهلين فيكي سوهانا، البيت من دونك مو حلو أبداً. تفضل. تفضلي. شكراً. شو بتحبي تشربي؟ عصير طبيعي ولا شاي؟ ليش هيك عم تطلعي؟ هذا بيتك يا بنتي، كم يوم وبترجعي تتذكري كل شيء.